الحمد لله على 3 نقاط اللي في اعتقادي فوز مستحق اليوم. حذرنا المباراة كما ينبغي. النادي الرياضي الصفاقسي عكس الفرق الأخرى يعني في العادة تلعب بطريقة لعب يعني مختلفة على الفرق الكل، تعمل ان كات كادو لوزونج، بورتون اليوم ما عملوش كات كادو لوزونج، عملوا 4-3-2-1. تبقى ديما اون ايكيب اكسيال، اون ايكيب اللي تلعب برشا اون بروفوندور، هذاك علاش طريقة اللعب نتاعنا كانت مغايرة. لعبنا 3-3 في المحور، عملنا انكاري في الوسط وعطينا ليبرتي اكثر لديزيكسونتري. الطريقه هذه خلاتنا متوازنين، ما شفناش النادي الرياضي الصفاقسي قلقنا برشا، معناتها اعتمد ديما على الجيون بروفوندور، كنا قارين الحساب الشيء هذا. على المستوى الهجومي اعتقد انه تحكمنا في المباراه، كسوا بالهجمه المنظمه ولا الهجمه السريعه، عملنا مشاكل الفريق المنافس، سجلنا هدف، خلقنا فرص، الكره الثابته اللي زاده ديما نخدموا عليها سجلنا بها هدف. دونك عملنا شوط اول محترم جدا، كنا قادرين نفاوه بصراحه كره ابو بكر تراوري، كنا قادرين نسجلوا هدف ثاني. الشوط الثاني الفريق المنافس لعب بالكل في الكل، نبيل عمل تغييرات على المستوى الهجومي، ومع ذلك كنا بيان اورغانيزي او نيفو دي بلوك ايكيب. رغم نقول الاستحواذ كان اكثر نادي الصفاقسي في الشوط الثاني، لكن ما شفناش فرص واضحه. احنا او نيفو دي ترانزيسيون نقصنا الفريشور، فيصل المناعي تعدى بظرف معين، وبالمناسبه نحب نبارك له على المولود الجديد البارح تقريبا الساعه متاخره في الليل، هو موجود في الـ في الـ في المساحه. ابو بكر تراوري اللي كان مع المنتخب المالي وجاء كيف كيف على المستوى البدني صار تراجع شويه، دونك نتفهم على المستوى الهجومي ما عملناش حاجه كبيره الشوط الثاني، لكن عرفنا كيفاش نتعاملوا مع المباراه. كما قلت فرحان بالفوز، لكن فرحان اكثر بالكلين شيت نتاع اليوم.